وأشارت سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى أهمية الدور الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في تمكين الشباب البحريني واستثمار طاقاتهم وتحفيزهم على بذل المزيد من العطاء لخدمة مملكة البحرين. طبعا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب يعتبر الداعم الأول من أكبر الداعمين للشباب وللقطاع الشبابي، وأيضا بالنسبة للشباب وبالنسبة للشباب البحريني بالأخص هو ملهمهم وقدوتهم في بروزه في كافة المحافل وإنجازاته وتحدياته، وأيضا قربة من الشباب البحريني. فقرب سموه من الشباب البحريني، استماعه لاحتياجاتهم، وجوده معهم في كافة المحافل، هذه عطى الشباب دافع أكبر للتقدم والنجاح، عطاهم حس الإصرار والعزيمة والهمة العالية اللي إحنا نحتاجها لتقدم هذه البلد.